الكابتن حمادي أحمد، أداء الصقور في تصاعد مستمر وجاهزون لموقعة سبهان الإيراني. فريقنا الحمد لله أنه فريق مستعد، استعداد جيد، صح وصلوا المحترفين في وقت متأخر، لكن نقول الحمد لله أنه بعد ما شفنا المباريات أنه كان الفريق جيد بمستوى جيد، بدأ رتم الفريق يصعد، اللياقة البدنية يعني نوعا ما جيدة. الحمد لله إن شاء الله الأمور تبشر بخير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المباراة بعد الجهد والتعب الكبير اللي بذلناه في أربيل مع الأخوة اللي متواجدين كلهم. بصراحة يعني الأمور ما كانت سهلة علينا كلش، يعني كانت أكو ضغوطات كبيرة وأكو يعني نقوصات جدا جدا كبيرة، لكن كل هذا نقول إنه إحنا نوفره في سبيل تمشي المباراة بالسياق المضبوط والسياق اللي يراد الاتحاد الآسيوي. الحمد لله بعد ما كملنا كل شيء ننتظر إن شاء الله نتيجة المباراة، إن شاء الله تكون بصالح فريق القوة الجوية إن شاء الله.